أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج تكافل تأتيكم عبر قناة المغربية في لندن. سنتحدث فيها عن التقرير الأممي الأخير المتعلق بالروهينجا. الأمين العام للأمم المتحدة قال أن هناك ظروف صعبة تمر بالروهينجا، سنتحدث عنها في إطار هذا البرنامج، فتفضلوا بالبقاء معنا. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الظروف التي يواجهها مسلمي الروهينجا لا تزال مزرية، حيث يتعرضون لتمييز واسع النطاق وممنهج في جميع جوانب الحياة رغم مرور ست سنوات على المجازر التي تعرض لها أبناء هذه الأقلية على يد جيش ميانمار. وشدد غوتيريش في تقريره الدوري لمجلس الأمن على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم في ميانمار وتحقيق العدالة للضحايا. وحث الأمين العام للأمم المتحدة البلدان المجاورة لميانمار على إبقاء الحدود مفتوحة وتوفير الحماية والمساعدة للاجئين، وأضاف أن الإفلات من العقاب مستمر في وقت تتواصل فيه الانتهاكات وفق التقرير الأممي. وبلغ عدد النازحين داخليا في ميانمار 1,900,000 شخص حتى شهر أوت الماضي. وأشار التقرير إلى أن 630,000 من أقلية الروهينجا في إقليم أراكان يعانون تمييزا منهجيا وتهميشا وابتزازا وانتهاكات واسعة. وأضاف التقرير الأممي أن 1,000,000 لاجئ من أقلية الروهينجا موجودون في بنغلاديش ومعظمهم يرغب في العودة إلى ميانمار. للتعليق على هذا الموضوع أذهب مباشرة للصحفي والإعلام المختص والمتابع لقضية الروهينجا من الجزائر رشيد ولد بوسيافة. مرحبا بك أستاذ رشيد. يعني هل أتى برأيك هذا التقرير على عموم الوضعية أم أن هناك ظروف أسوأ ربما لم يعرضها التقرير الأممي؟ أستاذ رشيد، أستاذ رشيد تسمعني؟ طيب، في انتظار التحاق الأستاذ رشيد بنا نتابع هذا العرض ثم نعود. لاجئ الروهينجا أقلية مسلمة في ميانمار، اضطر نحو 1,000,000 منهم للفرار من العنف المتصاعد ضدهم منذ تسعينيات القرن الماضي. عام 2017 اندلعت أعمال عنف في ولاية راخين ودفعت بأكثر من 742,000 شخص للفرار إلى بنغلاديش. النساء والأطفال هم غالبية اللاجئين الواصلين إلى بنغلاديش، ويمثل الأطفال منهم نحو 40%. مخيم كوتوبالوناغ هو الأكبر من نوعه على مستوى العالم في بنغلاديش، يعيش فيه نحو 600,000 شخص. منذ بدء الأزمة أرسلت المفوضية الأممية للاجئين نحو 1,500 طن من المساعدات جواً إلى بنغلاديش. بعد مرور 6 سنوات يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن ظروفهم ما تزال مزرية ويتعرضون لتمييز واسع النطاق. أستاذ رشيد هل تسمعني الآن؟ أستاذ رشيد بوسيافة؟
يبدو أن الخط صعب، صعب في الاتصال مع الأستاذ رشيد اللي هو صحفي ومختص في هذه القضايا وكتب فيها حديثا كلاما كثيرا حول الظروف التي عايشها هو حتى هناك. نحاول ترتيب معه مرة أخرى، يبدو في مشكل في الاتصال به، لكن في كل الحالات محاولتنا للتوصل كذلك أو التواصل مع يعني قضايا أو أشخاص شخصيات من الروهينجا نفسها مقيمة في الخارج، حقيقة تعذر الأمر. هناك من اعتذر حتى بظروف أمنية تواجهه وهو في بعض الدول العربية مقيم، ولكنه ممنوع من الحديث عن هذه القضايا فتعذر حتى. فالروهينجا ليسوا فقط متابعون في أو متابعين فقط في بلادهم، حتى خارج البلاد. دعنا نأخذ هذا التقرير كذلك المتعلق بأطفال الروهينجا، التقرير لليونيسف هي التي أعدت هذا الإنفوغرافيك بهذه المعطيات، ثم نعود. إذن نحن بصدد انتظار الضيف أن يشارك معنا في هذا الموضوع المتعلق بالروهينجا. مع كل أسف لا نستطيع التمكن من التواصل معه في قضية مثل هذه التي أشرنا إليها المتعلقة بالروهينجا وكلام الأمين العام للأمم المتحدة. أستاذ رشيد، هل تسمعني الآن؟ الآن أسمع. مرحبا، شكرا أستاذ رشيد على الالتحاق بنا. هذا التقرير الذي صدر مؤخرا عن ظروف الميانمار، أنت ربما ذهبت هناك، شفت حتى بالعين المباشرة وضعية هؤلاء، هل يعكس ظروف تلك التي تمر على الروهينجا، أم أنه هذا كما يقال غيظ من فيض؟ يعني أنا فعلا طلعت على هذا التقرير الذي أتى به الأمين العام للأمم المتحدة، ولم يأتي بجديد، وعاد توصيف الأوضاع السائدة هناك في منطقة بورما، يعني فيما يحدث لشعب روهينجا في سنة 2017. كانت لي يعني مهمة صحفية هناك لمدة 20 يوما، ووقفت على الأوضاع المأساوية على الحدود بين ميانمار وبنغلاديش، وملايين اللاجئين الذين فروا من المجازر ومن أعمال التصفية العرقية التي تعرضوا لها من قبل المتطرفين في بورما، من قبل الجيش البورمي كذلك. إذن ما جاء به تقرير الأمين العام هو إعادة توصيف الأوضاع التي في الحقيقة ساءت، يعني ساءت. أن نحن نعلم أن المجتمع الدولي اهتم قليلا بقضية الروهينجا بعد حدوث المجازر سنة 2017، لكن بعد ذلك حدثت تطورات دولية على رأسها قضية يعني الأوضاع الصحية، يعني في ما يتمثل في كورونا، وكأن المجتمع الدولي نسي هذه القضية ونسي التكفل باللاجئين ونسي حتى الضغط على حكومة بورما من أجل توفير حياة ومن أجل وقف أعمال الإبادة وأعمال القتل والتهجير في حق الشعب الروهينجا الذي يعاني أوضاعا مأساوية جدا.
ما طلعت إلى عليه خلال المهمة الصحفية التي قادتني هناك أن عملية التطهير في الحقيقة منهجية وتستهدف إبادة شعب كامل واستئصاله من الوجود من خلال أولا حرمانه من كل حقوقه سواء في التسجيل للحقوق المدنية أو الحقوق السياسية أو حتى الحق في العيش الكريم، ثم تسليط عدد من الإجراءات والعقوبات في حق هذا الشعب وحرمانه من أبسط الحقوق، ثم الأعمال التطهير العرقي التي حدثت والقتل الجماعي والتحريق والتقتيل والإغراق التي تعرض لها هذا الشعب ويبدو أنه لا زال يتعرض لها إلى الآن. طيب، لكن الأمم المتحدة تتحدث أستاذ رشيد على تمييز واسع النطاق، هل لديك تفسير المجتمع الدولي لماذا يصمت عن هذه القضايا؟ المجتمع الدولي يتحدث عن حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، وربما أقلية في مكان غير معلوم تصير منها قضية وتحرك لها الاتحاد الأوروبي والجميع يتحرك، لماذا يقع المعاملة بهذا الشكل مع أقلية مسلمة تعد يعني ملايين؟ نعم، هذا من أوجه النفاق العالمي في الحقيقة في هذه القضايا. يعني نلاحظ الإعلام العالمي قد يقيم الدنيا ولا يقعدها من أجل قطة أو من أجل كلب أكرمك الله ولكن أو من أجل حيوان ربما تعرض للانقراض، لكن عندما يتعلق الأمر بشعب أعزل يتم قتله وتشريده وتهجيره فيكون هناك صمت القبور. هذا هو الأمر الذي أثرناه خلال السنوات السابقة وقلنا لماذا لا يهتم المجتمع الدولي بهذه القضية، بقضية شعب الروهينجا، ولماذا يهتم بقضايا أخرى على يعني أكثر من هذه القضية؟ يبدو أنه لا توجد هناك مصالح لهذه الشعوب لذلك أو لهذه الدول، لذلك أهملت هذا الشعب. حتى الحضور، نحن لا نتكلم عن الدول فقط، حتى منظمات المجتمع المدني، المنظمات الجماهيرية، المنظمات الخيرية والإنسانية، لماذا لا تهتم كثيرا؟ عندما ذهبنا إلى هناك وجدنا بعض الجمعيات الجزائرية وهي مشكورة على ذلك، على مثال جمعية البركة وجمعية الإرشاد والإصلاح وكذلك جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ووجدنا كذلك بعض الجمعيات التركية التي تهتم بهؤلاء اللاجئين وتقديم بعض المساعدات والخيام والغذاء وما إلى ذلك والمساعدات الطبية كذلك، لكن غير ذلك لم نجد يعني حتى المسلمين بشكل عام، ولم نجد هناك اهتمام وتكفل بهذه الأقلية التي تواجه مصيرها في تلك الوديان البعيدة على الحدود بين ميانمار وبورما. طبعا نحن نتكلم عن وضعية اللاجئين، أما وضعية الروهينجا داخل بورما فالوضع أفظع والوضع أسوأ، لأن حتى لم يسمح أولا لنا بالدخول ومعاينة الأوضاع هناك. ثم ما يتردد على إسماعنا من خلال يعني وسائل الإعلام بأن الروهينجا لا زالوا يتعرضون إلى كثير من الأعمال الوحشية مثل القتل والتهجير وما إلى ذلك، ولعل التقرير الجديد للأمين العام يؤكد هذه الحقيقة. نعم، أستاذ رشيد، المشكلة أن الأمين العام نفسه يدعو إلى محاسبة مرتكبي الجرائم كما سماه هو ضد في ميانمار، لكن ليس هناك أي خطوة لهذا. يعني الأمم المتحدة معترفة أن هناك جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في ميانمار، ولكن ما الذي برأيك يجب فعله من أجل تحريك هذه القضايا، قضية جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالروهينجا؟ نعم، هو في الحقيقة يعني لا يبدو أكثر من تصريح، يعني حتى الجدية تغيب الجدية في متابعة المتورطين في هذه الجرائم، لأن الذين تورطوا في هذه الجرائم ليس من اليوم فقط وإنما سنوات ماضية، وهي جرائم موثقة بالصوت وبالصورة، وحتى أن زعيمة بورما آنذاك يعني حاصلة على جائزة نوبل للسلام وفي الوقت اللي كانت ترتكب فيه المجازر. يعني هناك نوع من النفاق العالمي لا زلنا نعيشه،
وهناك نوع من عدم الجدية في متابعة ومعاقبة المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية. فيما يتعلق بسؤالك ما يجب أن يكون، أقول أعتقد أن مبادرة مثل التي تقوم بها قناتكم وهي إثارة الموضوع، هذا جزء من العمل الواجب اتخاذه من أجل تحريك ومن أجل تحريك الأوضاع وإقناع المجتمع الدولي بضرورة فعل شيء، أولا لحماية هؤلاء المضطهدين، يعني قبل التفكير في معاقبة المجرمين، أولا تفكير توفير الحماية. يعني هناك الآن 2 مليون روهينجي على الحدود بين بورما وبنغلاديش معرض للموت جوعا، وهم يريدون العودة إلى بلادهم ولكن يطالبون بتوفير الحماية أولا. فقبل الحديث عن معاقبة المجرمين، على الأقل المسارعة إلى توفير الحماية الظرفية لهذا الشعب المضطهد، ثم بعد ذلك يمكن التفكير في معاقبة المتورطين. طيب أستاذ رشيد، دول الجوار برأيك هل تقوم بما يجب القيام به من أجل مساعدة هؤلاء اللاجئين، ومعظمهم خاصة ليصل هناك رجال يعني كبار في السن، نساء وأطفال؟ يعني هي فعلا يعني أعتقد أن هذه الدول حسب إمكانياتها مثل ماليزيا، وهناك يعني محيط بحر يعني يفصل بينهما، يصل اللاجئين ويتم التكفل بهم. أما ما يتعلق بأقرب بلد وهو بنغلاديش، فأنتم تعلمون أن هذا البلد هو في ذاته يحتاج إلى مساعدات، يعني تقريبا 150 مليون إنسان يعيشون في بقعة جغرافية صغيرة جدا، يعني عرضة للفيضانات وعرضة للكوارث الطبيعية، وهم يعيشون حياة الفاقة وهم يحتاجون من يتضامن معهم. ومع ذلك قبل سنوات قالت رئيسة بنغلاديش، قالت إذا كان 150 مليون إنسان في بنغلاديش يعيشون، فبإمكان أن يعيش فيها 2 مليون آخرين، وهي تقصد اللاجئين الروهينجا. وفعلا يتم التكفل حسب الإمكانيات المتوفرة في كوكس بازار من خلال توفير بعض الأغطية وبعض الخيام والتكفل الصحي. ولكن لاحظت أنا وأنا أتواجد هناك بأن المجتمع البنغالي كله يساهم في عملية التكفل بهؤلاء من خلال المواظبة على جمع المساعدات وتقديمها للاجئين الروهينجا. لكن ما تقدمه هذه الدول لا يكفي لسد حاجيات هؤلاء اللاجئين. نعم. طيب رشيد، فيما يتعلق بباقي الدول العربية والمسلمة برأيك، لماذا لا تتحرك؟ هناك دول فاعلة وقوية مؤثرة في المجتمع الدولي، السعودية، تركيا، الجزائر، ربما مصر، هناك بعض الدول اللي عندها مكانة، لكن ليس هناك أي مشروع قانون أو قرار أو تحريك لهذا الملف. ما الذي يمنع هذه الدول؟ ما هي الحسابات لدى مثل هذه الدول التي تمنعها من تحريك ملف مثل هذا الملف لمناصرة مسلمين كذلك وقضية إنسانية في نهاية الأمر؟ نعم، هم قبل أن يكونوا مسلمين هم بشر، هم إنسان، يعني لابد أن يكون هناك تضامن إنساني سواء من طرف البلدان العربية والإسلامية أو حتى البلدان غير الإسلامية، يعني كل واحد يعني معني بهذه القضية. وأنا فعلا وقفت على عدم اهتمام وإهمال كلي لهذه القضية على مستوى الدول العربية وحتى على مستوى الدول الإسلامية. ليس هناك اهتمام، ليس هناك محاولة لتقديم المساعدة سواء عبر الهيئات الدولية مثل هيئة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وما إلى ذلك، أو عبر كذلك المنظمات الإنسانية من خلال إرسال مساعدات أو ما إلى ذلك. يعني هناك إهمال كلي لهذه القضية، إهمالها في الإعلام العربي، إهمالها في الدبلوماسية العربية وفي الأوساط السياسية العربية وحتى الإسلامية. وأنا كنت دائما أتساءل لماذا يتم التعامل بهذا التغافل وهذا الإهمال مع هذه القضية الإنسانية البحتة. يعني ربما هناك من يجيب ويقول بأن
عموما الدول تتحرك في الأماكن التي توجد فيها مصالحها، ولا توجد مصالح لهذه الدول في تلك المنطقة الفقيرة من العالم والبعيدة. لكن أين هو الدافع الإنساني؟ أين هو الدافع الإنساني من أجل تقديم يد المساعدة لهذا الشعب الذي يتعرض للإبادة منذ أكثر من 50 سنة؟ يعني بالعودة إلى التاريخ نجد أن هذا الشعب يعني لديه قصة طويلة مع أعمال الإبادة ومع أعمال القتل والتهجير، مع أنه كان شعب يعني أصيل في تلك المنطقة، في المنطقة، وكانت مملكة هناك تسمى مملكة أراكان، عمرت لمدة 400 سنة وكان يحكمها ملوك من تلك المنطقة. فلماذا يتم التنكر لكل هذا التاريخ ولكوا يتم الادعاء بأن هؤلاء أصلا ليسوا من أبناء تلك المنطقة؟ فأنا أعتقد أن إثارة هذه القضية في الإعلام أولا، والحديث عنها وكثرة الحديث عنها ربما، وكذلك تشجيع أولا المنظمات الإنسانية ومن أجل التحرك وتقديم شيء من المساعدة هناك، ربما يعيد إلى هذه القضية بعض الاهتمام الدولي في الأيام المقبلة. أستاذ رشيد، غوتيريش تحدث على أن يعني طريقة التعامل مع من يحكم الآن، مع التغمة العسكرية ومع الذين انقلبوا تقريبا قبل سنتين هناك جنرالات الجيش، التعامل معهم بغض الطرف وعملية الإفلات من العقاب يشجعهم على الاستمرار في هذه المعاملة. إلى أي مدى فعلا أن الإفلات من العقاب يشجع هؤلاء على مواصلة القيام بعملية هذه يعني تنقية الأجواء وأراكان حتى من المسلمين، بمعنى عبر طردهم أو تقتيلهم في مآسي تحصل باستمرار تقريبا؟ والله أنا بالنسبة لي يعني أنا متابع يعني دائم لهذه القضية، قضية الروهينجا، وأنا أعلم يعني الفترات التاريخية التي حدثت فيها المجازر وأشدها سنة 2017، لكن ليست هناك تقارير عن مجازر ومذابح جديدة حدثت خلال السنتين الأخيرتين، يعني خلال السنتين التي تولى فيها هؤلاء الذين يحكمون الآن بورما. لذلك فأنا قلت لو كنت دائما أقول لك بأن الأولوية الآن بغض النظر عن ضرورة محاسبة المتورطين في المجازر، لكن الأولوية الآن هي توفير الحماية لهذا الشعب، توفير الحماية لهذا الشعب أولا، سواء داخل بورما أو خارج بورما من اللاجئين الموجودون في بنغلاديش أو موجودين في ماليزيا، ويعني توفير طريق آمن لهم للعودة إلى أراضيهم وإلى قراهم وإلى مدنهم، وتوفير الحماية لهم، ثم محاسبة العودة إلى المتورطين في هذه المجازر ومحاسبتهم. لكن ما أخشاه هو مجرد تصريحات باردة بضرورة معاقبة المتورطين، وفي النهاية لا تكون هناك معاقبة للمتورطين في المذابح، ولا يتم توفير الحماية كذلك للروهينجا، وتبقى القضية كما كانت دائما. رشيد، أختم معك فيه تقارير تتحدث على أن الروهينجا الموجودين في بنغلاديش معظمهم يرغبوا في العودة إلى ميانمار. هذه الأمم المتحدة تقول هذا الكلام، لماذا يعني برأيك؟ نعم، وأنا وقفت على هذه الحقيقة يعني، وأجريت حقيقة حديثا مطولا معهم، وكان الموضوع في الوثائقي هو موجود الآن. كل الروهينجا يريدون العودة إلى أراضيهم، لكن يطالبون قبل ذلك بتوفير الحماية، وقد فكرت السلطات البنغالية قبل سنوات في توطينهم في جزيرة تقع قرب بنغلاديش، وهم رفضوا الذهاب إلى هذه الجزيرة لأنهم اعتبروها قبرا وهي ليست أرضهم أولا، ثم لا تتوفر فيها شروط الحياة الأساسية يعني، وهم يطالبون بالعودة إلى أملاكهم وإلى بيوتهم وإلى أراضيهم، لكنهم يطالبون على الأقل بأن لا يتعرضوا للقتل وأن لا يتعرضوا للتحريق والإغراق في الوديان كما حدث لهم خلال السنوات الماضية. يعني توفير الحماية ثم توفير طريق آمن للعودة لأراضيهم، والحصول على ضمانات من حكومة بورما بعدم التعرض
لهؤلاء وبحمايتهم وبإعطائهم حقوقهم. هذه الأولوية من أجل تصحيح الأوضاع بالنسبة إلى هذا الشعب. برأيك يعني ماذا تتوقع أنت؟ هل بيبقى الأمر كما هو بهذا الشكل بهذا؟ أنا والله توقعاتي من خلال معايشتي لهذه القضية وأنا أتابعها منذ سنوات أن الأوضاع تبقى كما هي، لن يتغير شيئا، أوضاعهم داخل بورما تبقى كما هي، يعني يتعرضون دائما للتضييق وللحرمان من أبسط الحقوق، وكذلك أوضاعهم ويعني التقارير غير الرسمية تقول بوجود 2 مليون إنسان في بنغلاديش. أوضاعهم كذلك لا زالت إلى هي، وأنا إلى الآن لا زلت على اتصال بالبعض من الناشطين هناك من منظمات المجتمع المدني، وهناك جمعية بنغالية هي التي تهتم بمتابعتهم وتوفير بعض المساعدات لهم، ودائما تقول بأن الأوضاع كما هي وأحيانا تسوء، لأنه قبل سنوات شب حريق كبير جدا يعني أتلف مئات بل ربما ألاف مئات الخيم، وهذا الحريق شب في مخيم الجزائر، يعني الجزائر هي التي أقامت هذا المخيم من خلال الجمعيات الخيرية، جمعية العلماء المسلمين وجمعية البركة، وكان فيه مخيم الجزائر، فشب حريق في هذا المخيم، وأرسلت لي صور فعلا هذه الخيام تفحمت نهائيا. نعم. وطبعا هذا الأمر يعني أدى بالأوضاع أكثر سوءا في هذه المخيمات. شكرا لك أستاذ رشيد ولد بوسيافة الإعلامي والمتابع والمهتم بقضية الروهينجا، كنت معي من الجزائر، شكرا جزيلا لكل هذه المعطيات وهذا التحليل الذي قدمته. من لندن رئيس مؤسسة قرطبة لحوار الحضارات الدكتور أنس التكريتي ينضم إلي. دكتور أنس مرحبا بك وأشكرك على الانضمام إلينا. يعني أمام هذه الوضعية الإنسانية تقارير دورية أممية تصدر تؤكد هذه الوضعية التعيسة لهؤلاء هذه الأقلية المسلمة في الروهينجا من الروهينجا في ميانمار. أمم المتحدة تتحدث على توسع تمييز واسع النطاق وممنهج في جميع جوانب الحياة في كل هذه السنوات الأخيرة، تتحدث عن إفلات من العقاب لمن يحكم الآن برغم هذه الجرائم، وفي ظل صمت عربي وإسلامي كذلك عن هذه القضية، كيف يمكن إثارتها حتى تصبح على الأقل صوت مرفوع أو صوت مسموع على الأقل؟ لأنه باعتراف الأمم المتحدة ما يحصل هناك هي جرائم ضد الإنسانية تمارس ضد الأقلية الروهينج. مرحبا بك أستاذ سمير، ومرحبا، تحية طيبة للمشاهدين الكرام. الحقيقة هذه القضية بالإضافة إلى قضايا أخرى أيضا ترتكب فيها انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وترتكب فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، هذه الحقيقة تضع النظام الدولي كما نعرفه على المحك، وهي الحقيقة يعني أنا باعتقادي المؤسسات الدولية والتي تصدر مثل هذه التقارير، أي أنها تعلم بما يجري وعندها الأوليات التي تثبت وقوع هذه الجرائم. الحقيقة يعني ينبغي أن نوجه لها الأسئلة، أنه ما يعني ما دوركم سوى قضية التعليق بأنه حصل كذا وحصل كذا، ثم توصيفه ضمن خانات جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية وما شابه. فالحقيقة يعني هذه المسألة، ولكني أعود مرة أخرى إلى قضية الروهينجا. الروهينجا بالمناسبة صدر تقرير اعتمدته الأمم المتحدة، صدر عن أحد المؤسسات الحقوقية الكبرى، أظنها كانت العفو الدولية لا أذكر، قبل حوالي 5 سنوات، وصفت فيه شعب الروهينجا بأنه أكثر شعوب العالم بؤسا، والسبب الأهم الذي وصفته كذلك أنه لا أحد يقر بانتماء هؤلاء إلى بلدهم وإلى وطنهم الأصلي. يعني بمعنى أن بورما، النظام البورمي والذي يحكم بورما الحقيقة من أسوأ الأنظمة العسكرية في العالم على الإطلاق. نعم. وارتكب من المجازر ما ذكره وتفضل بذكره الأستاذ رشيد، ولكن يعني الأسوأ في الأمر بأنه بورما لا تعترف بهؤلاء.
لا تعترف بأن هؤلاء ينتمون لها. ولذلك فهذا الشعب الحقيقه لا حقوق له. هؤلاء الاثنين مليون اللي موجودين حاليا في بنغلاديش وقريب نعم. المليون اللي موجودين في ماليزيا، هؤلاء لا يتمتعون بابسط الحقوق مثل وجود هويات. نعم. لا احد يستطيع ان يثبت اسمه، لا احد يستطيع ان يثبت انه من اي مدينه او من اي قريه. فالحقيقه هؤلاء سب على النظام الدولي، والنظام الدولي للاسف الشديد يكتفي بين الحين والآخر ووفق المصالح بالتعليق على هذه المأساة، ويعني التذكير ببعض الجرائم التي ترتكب هنا وهناك بحقهم، ولكن للأسف الشديد تبقى الإشكالية بدون علاج. هل في مقال هذه الأيام في نيوزويك يتحدث أو يقر ويقول أنه يظل الروهينجا شعبا على شفاء الإبادة الكاملة؟ يعني هناك إقرار وهناك وقائع وأدلة كما تفضلت بأنه فعلا هناك عملية إبادة ممنهجة لهذا الشعب الذي كما أشار رشيد قبل قليل حكم في منطقة أراكان لمدة 400 سنة وكانوا ملوكا وكان لهم شأن. يعني فلماذا يقبل المجتمع الدولي يا دكتور أنس بهذا التمشي اللي هو عملية الإبادة الكاملة لشعب مثل شعب الروهينجا؟ السؤال الذي تطرحه أستاذ سمير هو سؤال الحقيقة الجميع يطرحه، وأكاد أجزم أنه لا إجابة عليه. ربما نخمن، ربما نتوقع، ولكن الحقيقة ليس عندنا جوابا ثابتا. أولا في قضية أنه شعب على شفا قوة الإبادة، فهذا أمر وارد جدا، والسبب كما ذكرت لك قبل ثواني أنه شعب لا أحد يقبل بانتمائه، لا ينتمي إلى شيء. هو شعب لا أحد، يعني ليست هناك سجلات توثق أسماء هؤلاء الناس، أرقامهم، أعمارهم، من أين أتوا، في أي سنين ولدوا. وهذا يسمح بشكل واضح إلى إبادة هؤلاء، لأنهم غير محسوبين أساسا في أي سجلات بشرية، في أي إحصائيات رسمية، ولذلك إبادتهم ليس بالأمر الصعب للأسف الشديد. ولكن عودا إلى ما تتفضل به، الحقيقة مرة ثانية أنا أعود إلى قضية يعني المؤسسات الدولية الكبرى، بدءا من الحقوقية ومرورا بالسياسية وانتهاء بالمؤسسات الكبرى الحاكمة للنظام الدولي والمسؤولة عن بقاء الأمن والأمان، يعني كما هو المفترض من حال الأمم المتحدة وسواها. الحقيقة أنا أجد بأنه هذه المؤسسات تثبت اليوم بعد اليوم بأنها فشلت في أداء أبسط المهمات التي أوكلت لها حينما تأسست قبل 60 أو 70 سنة. هذه المؤسسات اليوم أصبحت يعني تثير القضايا وفق ما تريده الدول الكبرى. إذا في مشكلة معينة مثلا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، تدفع الأمم المتحدة إلى أنها تصدر بيانا بشأن هذه القضية أو تلك. فأصبحت هذه القضايا والمآسي البشرية أصبحت ملفات الحقيقة هي للمقايضات وللمتاجرات الدولية ليس إلا. أما ما هو دور المجتمع الدولي في إنقاذ هؤلاء من التهديد الذي هو المجتمع الدولي يعترف بأنها هي معرضة له؟ الحقيقة نجد أنه لا شيء. ولذلك أنا يعني الذي أخشاه أن القانون الدولي والنظام الدولي الحقيقة هو يقترب من فترة الانتهاء، انتهاء الصلاحية، فننتقل حين ذاك إلى ما هو أقرب إلى شريعة الغاب، تحكم القوي في الضعيف، من يملك السلاح هو الذي يهيمن، من يملك المال هو الذي يستطيع أن يشتري الآخر، وهلم جرى. وهذا سببه أن المجتمع الدولي عاجز تماماً عن أن يمارس المهمات التي أوكل لها حينما تأسس. طيب دكتور، يعني إذا المجتمع الدولي وحصرناه في الدول الكبرى، ماذا عن الدول العربية والمسلمة؟ يعني وأنا على الأقل أجهز لهذه الحصة، اتصلت ببعض الأراكيين يعني أو من الروهينجا في بعض دول الخليج، رفضوا الحديث خوفا، بعضهم حتى خارج دول الخليج رفض أن يتحدث خوفا على أسرته التي تعيش في
إحدى دول الخليج بالتتبع. لماذا حتى هؤلاء لم يجدوا حقوقهم بين إخوانهم المسلمين دول وازنة؟ دعنا نقول على الأقل الجزائر، السعودية، مصر، تركيا، غيرها، لا تطرح بجدية هذه القضية اللي فيها أدلة كثيرة على أن هناك جرائم ضد الإنسانية، هناك إبادة، هناك إفلات من العقاب، لكن لماذا لا تتبنى هذه القضية على الأقل وتدخل للدفاع عن قضية يعني إنسانية أصلا حتى قبل أن تكون قضية مسلمين مثلهم؟ للأسف الشديد الأنظمة العربية بمجملها يعني هي الحقيقة تعاني الفشل المدقع في ممارسة الدبلوماسية والسياسة على المستوى العالمي للأسف الشديد. أكثر الدول والتي ومنها الذين ذكرتهم هذه الدول الحقيقة هي أيضا مرة أخرى هي تمارس السياسة بالإملاءات، وفي كثير من الأحيان تنتظر الإشارة من هذا الطرف أو ذاك لأجل أن تتحرك أو أن تقول أو أن تصرح. يعني بينما أنت محق تماما في سؤالك لأنه يمكن لمثل هذه الدول الحقيقة أن يكون لها وزن عالمي حينما تتكلم في قضايا قل من يتكلم عنها، وأن تنافع عن قضايا حتى لأجل مصالحها السياسية، مصالحها الدبلوماسية. لكن للأسف الشديد هناك حالة من الفشل الذي يغلف يعني هذه المنطقة بشكل عام، ولذلك حتى أحيانا تقول يعني ربما التحرك في هذا الشأن ربما يخدم المصالح القومية لعدد من هذه الدول، فلما لا تتحرك إذن؟ والسؤال والجواب أنا باعتقادي هو لأنه حالة الفشل الداخلي هي يتمخض عنها بشكل طبيعي فشل خارجي، وفشل حتى في تلمس وترسم معالم ما يحقق مصالحها هي ذاتها. فهذه الحقيقة من الإشكالات والتي تضاعف من المسؤولية على النظام الدولي. الحقيقة نحن اليوم كمجتمع بشري، وأنا أقول مجتمع بشري كامل، نعم، ليس فقط العرب والمسلمين إنما كل البشر، الحقيقة معرضين لتهديد وجودي خطير جدا هو انهيار هذا المجتمع الدولي نتيجة إفلاسه من إمكانية فرض أي نوع من الواقع الذي يمت بصلة إلى الأهداف التي رمي لأجلها. طيب الآن دكتور، بعيدنا عن الأنظمة على سبيل المثال، باقي الجمعيات، حتى الجمعيات المسلمة حتى في الغرب هناك مساحة للتحرك. كيف يمكن، ما الذي يجب فعله على الأقل بس تبقى هذه القضية على الأقل تطرق أسماع البعض هنا وهناك عوض غض الطرف هذا وإزدال الستار من قبل الأنظمة الدولية ولا حتى النظام العربي والمسلم؟ الجمعيات الأخرى ماذا يمكن أن تفعل بشأن هذه القضية؟ هنا يعقد الأمل الحقيقة، والنشاط الجمعيات الخيرية والمؤسسات الفكرية والدراسات وغيرها وحتى يعني بعض المراكز الأكاديمية، الحقيقة الدور المناط فيها هو إبقاء جذوة هذه القضية وإبقاء الإعلام بها حيا متقدا. ونحن مثلا في مؤسسة قرطبة بالإضافة إلى مجموعة لا بأس بها من المؤسسات الإسلامية والمجتمعية هنا في بريطانيا، الحقيقة قضية الروهينجا تعتبر من القضايا الرئيسية التي نعتني فيها ويكثر اهتمامنا بهذه واستقدام المتكلمين والضيوف الذين يتحدثون كشهود عيان على الجرائم التي ارتكبت، ونستدعي مقالات أو تقارير الجمعيات الحقوقية كي تتحدث لنا عن هذه القضية. فالحقيقة إبقاء جذوة القضية حية ومطالبة الحكومات ومطالبة النظام الدولي والمؤسسات الدولية للتدخل لأجل إنهاء هذه المأساة البشرية يبقى هو الأمر الذي ينبغي أن نمارسه. لا ننسى أن المجتمع المدني هو ركيزة مهمة جدا
في التشكيلة التي تشكل بعد ذلك الدولة الديمقراطية. فنحن بما أننا نعيش في دولة تتشدق أو تزعم بأنها دولة ديمقراطية، إذن علينا أن نمارس دورنا كمجتمع مدني، والمجتمع المدني الحقيقة يقوم ببعض الدور. هذا الأمر ينبغي أن يذكى، ينبغي أن يكبر ويضخم، لكي نأتي إلى طاولة صناع القرار فنضغط عليهم ضغطا مؤثرا كي يتدخلوا لأجل يعني إنهاء هذه الحالة. الإشكالية اليوم أننا نعيش في عالم تغلب عليه المصالح. نعم. ولذلك فصناع القرار أول ما يفكر يقول يعني هل سأستفيد من تدخلي هذا أم سيؤثر هذا التدخل على المصالح التجارية والعقود التي أبرمت مع هذا الطرف أو ذاك الطرف، وهلما جرى. وهذه مرة ثانية أعود وأقول أنها من الفشل الذي نعانيه ويهددنا جميعا كبشر للأسف الشديد. طيب نعانيها كبشر، هل ترى دكتور، أختم معك، أن وسائل الإعلام كذلك مقصرة في هذا الجانب؟ بمعنى أنه بما أنه ليس حدثا سياسيا يجلب الانتباه والمشاهدة، فليس هناك اهتمام وتركيز بشأنه. للأسف الشديد نعم. وأقول أنه جربت خلال السنوات الماضية، أنا أول ما سمعت بشعب اسمه الروهينجا أظن كان بحدود عام 2010 أو 2011، ومنذ ذلك الوقت، والحقيقة حينما فهمت تفاصيل الأمر استحييت من نفسي، لأنه قضية بهذه العظم وبهذا الاتساع، المأساة والفاجعة أن لا نسمع بها الحقيقة أمر مخجل. جربت بعدها مرارا أن أسأل بعض الأشخاص ذوي الثقافة والجهد والعمل والنشاط، أسألهم، فوجدت الحقيقة أن حالي يشبه حالهم، وأن للأسف الشديد الإعلام يجد أن هذه القصة لا تتمتع بالجاذبية، لا تتمتع بالقدرة على جذب اهتمام الناس، ولذلك فهي لا تعتني بها من جانب. ومن جانب آخر، إذا كانت هي ممولة مثلا من قبل بعض الجهات ومن بعض الأطراف ومن بعض الدول التي مثلا سياستها أن تسكت على هذه الفاجعة، إذن يعني توفر على نفسها كما يسمى دوخة الرأس وتبقى ساكتة إزاء هذه القضية. فللأسف يعني تتراكم وتتضخم الإشكالية نتيجة لذلك. نعم، الإعلام مقصر قطعا، ولكن هذا يجرنا إلى حديث ربما يعني في وقت آخر حول الإعلام ودوره في إرساء حقوق الإنسان، في إرساء الحريات، في إرساء العدالة والديمقراطية وغير ذلك، مما للأسف الشديد نجد أنه لا يتحقق. طيب نحن أقصد جماعة الروهينجا دكتور، يعني رفضوا أصلا الحديث في ملفهم، يعني مجموعة منهم في تركيا اعتذروا، يعني متأسفوا لأنهم يخشون الملاحقة والمتابعة حتى لبعض أسرهم المقيمة في بعض الدول الخليجية. يعني الخوف وصل إلى هذه الدرجة، أو دعنا نقول حتى الاعتداء. يعني بعض من شارك معنا في فترات سابقة السنة الماضية أو التي قبلها من أبناء الروهينجا وكان عنده اطلاع، يعني أفاجأ اليوم وأنا أتصل ببعض الضيوف أنه محكوم عليه ب 25 سنة سجن في دولة خليجية، لم يتحدث في شأنها الداخلي بس لأنه ناشط في هذا الإطار. يعني أنه لا يرحمون ولا يتركون رحمة الله تنزل كما يقال. لماذا وصلت الدرجة برأيك لهذا المستوى من بعض هذه الأنظمة، دون تعميم طبعا دائما، في التعامل مع قضية مثل هذه؟ هم لا يبادرون ولا يتركون حتى من يبادر أو من يدافع عن نفسه، ليسوا أجانب، هم نفسهم أهل البلد يدافعون عن قضيتهم الخاصة يعني، وبرغم ذلك لا يتركون. لماذا فعلا هذا المستوى من الإجحاف في حق قضايا إنسانية مثل هذا؟
يعني أتناول قضيتين جوابا أو تعليقا على ما تفضلت به. بالنسبة للروهينجا فحقيقة لا تملك إلا أن تعذرهم، يعني إذا كان أحدهم يقول أنا بخروجي على الإعلام وتعليقي أعرض بعد ذلك والدي أو أعرض زوجتي أو أعرض أولادي للخطر، وهو خطر متحقق، يعني ليس خطر موهوم صحيح. إن أو مظنون، إنما هو خطر متحقق، فأنت لا تملك إلا أن تتعاطف وتتفهم مثل يعني هذا الوضع. ولكن الشق الثاني من الموضوع هو ما يتعلق بما تقوم به بعض الأنظمة والدول، يعني في أنها يعني حينما يتحدث هذا الرجل في قضيته في ميانمار مثلا، ولا يتحدث عن مأساته، لما بعد ذلك يسجن؟ لما بعد ذلك؟ يا سيدي، الأنظمة هذه للأسف الشديد كلها مأزومة وكلها تفتقد إلى الشرعية، وهي تعلم ذلك حقيقة، وهذه هي أكبر أزمة تعاني من عندها أكثر الدول العربية للأسف والدول الإسلامية. ولذلك كل من يتكلم في قضية الشرعية حتى لو كان في بلد يبعد آلاف الأميال فهو يخيفها ويعرضها هي نفسها للمساءلة إذا سمحت لمثل هذه هؤلاء الأركانيون أن يقوموا مثلا بحفل عشاء خيري للتعريف بقضية الروهينجا، أو أن يتكلم أحدهم إلى وسيلة إعلامية. طيب يعني أبسط سؤال يوجه لهم، طيب لما تسمحون لهم ولا تسمحون لنشطائكم؟ لما تسمحون لهم وتحبسون النشطاء الذين يطالبون هم مثلا بحرياتهم في بلدكم؟ ولهذا منعا من قبل هذه الأنظمة، منعا لمثل هذا الباب فتسده وتستريح. ولذلك تجد أن من تحدث إليك في العام الماضي وكان ناشطا وكان فاعلا في التعريف بقضية الروهينجا تجده اليوم يقبع في السجن وهو محكوم ربما أن يموت وهو في السجن. يعني هذه الحقيقة أمر يعني يتعلق بما ذكرته في قضية الفشل السياسي الذي يعرضنا جميعا. نعم بالتأكيد الروهينجا الذين نتحدث بشأنهم ولكنهم مظهر جلي لمظاهر الفشل السياسي المحلي والدولي الذي يعني نرى آثاره كما تفضلت. شكرا جزيلا لك دكتور أنس التكريتي رئيس مؤسسة قرطبة لحوار الحضارات، كنت معي عبر الهاتف من لندن. شكرا جزيلا بارك الله فيك على هذه الإفادة، وبهذا نأتي مشاهدينا إلى نهاية تكافل لهذا الأسبوع. الأسبوع المقبل موضوع آخر نطرحه بين أيديكم بإذن الله. السلام عليكم.